دخل الصيف، يديك ورجيلاتك تحرقولك بالشمس، هملتي راسك مع روتين ديال الدار والوليدات وما عرفتيش منين تبداي. جبت لك فيديو اللي غادي تخرجي منه عروسه كتشعلي، انا بغيتك تصدمي في راسك. فيديو كله استفاده، كله عنايه من راسك حتى لرجليك. اي حاجه تقدري تحتاجيها جبتها لك في هذا الفيديو. هذا ماسك للشعر، ماسك للوجه، ماسك لليديدات والرجيلات، وواحد البخاخ اللي خطير للشعر. وما نطولش عليك، نبداو في الفيديو. واول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نصايب هذا المقشر للبشره ديالي اللي كنشاركو معكم وقيله لثاني مره ولا لثالث مره. درت فيه معلقه ديال الروز مطحون وخلطت بماورد. بالنسبه لهذا المقشر البنات، انا ما كنقدرش نستغنى عليه بالخصوص في هذه الوقيته هذه ديال الصيف، حيت البنات كيحيد لينا دوك الزيوت اللي كتكون كتفرزها لينا البشره ديالنا في هذه الوقيته الصيف، وكينشف لينا البشره واحد شويه. حيت ماورد كما كنقول لكم ديما زوين للبشره الدهنيه، كينشفها واحد شويه، زائد كينطف لينا البشره بعمق، كيحيد لينا الخلايا الميته، كيخلي لينا واحد اللمعان في البشره، كيرطبها وكيفتح، حيت الروز فيه واحد النسبه ديال التفتيح. هنا البنات غادي نقومي بحركه دائريه، ما تنساوش جهه نيفكم، ما تنساوش الجهه ديال الجناب ديال فمنا، وما نوركوش على البشره ديالنا. البنات اللي البشره ديالهم حساسه ما يديروش هذا المقشر، حيت الروز واخا كيتطحن كيبقاو فيه واحد الحبيبات، يعني اللي البشره ديالها حساسه ما ديروش ليه البشره ديالها بحالي او لا ناشفه، يديروه. رانا انا مأكده مليون في المية انه غادي يعجبكم. وشوفوا ملي غسلت وجهي كيعطي نتيجه، ديك الساعه كتحسوا بالبشره ديالكم تنقات. كما كنقول لكم ديما البنات، بالخصوص البنات جدات يلاه دخلوا لعندي، المقشر كيدار على البشره اللي ما كتكون ما نقياش، يعني كتكون مسخه. الماسك كيدار على البشره اللي كتكون نقيه، يعني حاجه كتكمل حاجه. بحال دابا مثلا كنتو داخلين الدوشو، سواء كديروا بحال اللي درت انا، كديروا المقشر من بعد كديروا الماسك عاد كتدخلوا الدوشو، سواء كديروا المقشر وتا كتخرجوا من الدوش عاد كديروا الماسك. حيت كما قلت لكم الماسك كيدار على البشره اللي كتكون نقيه. ما ديروش واحد الغلط البنات، اللي هو ماشي حتى تدخلوا تتحمموا وتخرجوا من الحمام عاد تقشروا وجهكم. الا درتوه البنات هذه القضيه، فكونوا اكيدين انكم غتخرجوا على البشره ديالكم، والبشره ديالكم غادي تترهج، يعني ما ديروش هذا الخطا. من بعد البنات كيف ما شفتوا صايبت هذا الماسك اللي فيه ثلاثه ديال المكونات. درت فيه معلقه ديال النشا، معلقه ديال نسكافيه اللي هي قهوه سريعه الذوبان، وخلطت بياغورت طبيعي. غادي نديرو على وجهي حتى ينشف، ومن بعد غادي نغسلو. ماشي ديك الساعه غادي نغسلو فاش ينشف البنات، بحال غاتقومي وفهمتوني، عاد ديك الساعه غسلوه. هاد الماسك البنات راه ما يمكنش حال زوين، كيفتح كيحيد لينا البنات دوك هكا الطبايع اللي كيكونوا عندنا في الوجه. الا كان فيكم حروق الشمس البنات وتبعتوا هاد الماسك، كونوا اكيدين ان وجهكم غادي يتفتح وغادي توحد ليكم اللون. ولكن البنات كما كنقول لكم مع المداومه، ما كايناش شي حاجه من اول استعمال. كاينين شي ماسكات من اول استعمال، ولكن الاكثريه ديال الماسكات خاصهم المداومه عاد كتبان النتيجه. كما قلت لكم كيف تيتفتح لينا البشره وكيخليها لينا كتشعل. واكيد البنات ما نساوش حتى العنيق، انا الماسك اللي كنديرو لوجهي كنديرو حتى العنقي، غادي ديروه جوج ديال المرات في السيمانه وخلاص الوقيته اللي غتخليوه في وجهكم على ما ينشف، وعاد من بعد غسليه. سالينا من الوجه، ايوا يا اختي ندوزو نتهلاو في الشعر حتى هو. هاد الماسك البنات اللي غنشاركو معاكم، انا بالنسبه لي كيجيني كيراتين طبيعي، ما يمكنش شحال مغذي للزغبه ديال الشعر ديالنا. درت فيه بيضه كامله، زدت عليه كاس ديال دانون مسوس، نتوما غديروا القياس على حساب شعركم. زدت عليه ديميلور، اي ديميلور كان عندكم، وغادي تزيدوا الزيوت اللي كتستعملوا. انا صراحه ما بقى عندي حتى شي زيت، كلشي ساله ليا. نتوما الزيوت اللي كتستعملوا لشعركم وكيوافقكم ديروا، يعني ماشي بالضروره هادشي اللي درت انا. درت زيت ديال الكوكو وشويه ديال الزيت ديال البلدي ديالي كتكون ما فيهاش الملحه، وغادي نخلط هاد المكونات البنات. انا غادي نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا هاد القوام ديال هاد الماسك هذا. وكثروا البنات الزيوت، كنأكد عليه انكم تكثروا الزيوت، حيت دانون مسوس والبيض راه كينشف الشعر. هو كي في بزاف ديال المنافع للشعر، ولكن راه كينشف. باش ما ينشف لكم شعركم البنات اللي الزغبه ديالهم ناشفه، غتكثروا الزيوت. غادي نديروا البنات على شعري ساعه ومن بعد ندخل ندوش. بالنسبه لهذا الماسك البنات كيرطب الزغبه وكيغديها، عرفتوا راكم بحال كتشربوا شي فيتامينات ديال الشعر، راه بحال هكاك. وبالخصوص الا داومتوا عليه راه ما يمكنش حال زوينه البنات. وشوف ما غاديش نقول لك الزغبه غادي تخرجي بشعرك حرير هابط، لا، ولكن كيغدي لك الزغبه، يعني الزغبه كتكون واقفه على الصح، فهمتوني؟ الا كانت شعركم كيطيح اولا الزغبه ديالكم كتهرس، هذا الماسك هذا البنات راه زوين. كنقولها وكنعاودها، كيغدي لينا الزغبه ديالنا، فهمتوني؟ من بعد الناس كما قلت لكم غنخلي على شعري ساعه، وعاد ديك الساعه ندخل ندوش.
ايوا هنايا يا اختي، قبل ما كندخل للدوش حتى كنوجد بيجامتي كنحطها، كنوجد لي برودوي اللي غادي نستعمل عاد كندخل للدوش. انا وجدت بيجامه جديده، راني كلشي استعملته جديد. عرفتوا البنات انا من النوع اللي ما نكرش كل سيمانه نتحمم بيجامه جديده، عرفتوا كنحس بواحد الراحه نفسيه وكنحس براسي بحال راني عروسه، بالخصوص الا كان كلشي جديد، بيجامه جديده، الملابس الداخليه جداد، كلشي جديد، راه كتحسي براسك عروسه وكتحسي المهم انا بعدا كنحس بواحد السعاده. هنا البنات شاركت معكم حتى لي برودوي اللي كنستعمل في وسط الدوش، واكيد ما ننساش التبريمه، راني شاركتها معكم ما مره ما جوج البنات اللي عاد دخلوا عندي جداد، رجعوا لي فيديو راكم غتلقاو الطريقه ديالها، راه زوينه. عرفتوا البنات كترطب لكم البشره بواحد الطريقه اللي ما يمكنش، كتوحد لكم اللون، عرفتوا كتخرج الوسخ بواحد الطريقه اللي راه ما يمكنش، انا ما نقدرش نستغنى عليها وكنصايبها راسي غير في داري. اكيد البنات ضروري من المقشر، راه حتى هو شاركت معكم الطريقه ديالو، شاركت معكم طريقه الاستعمال ديالو، راه كلشي عندي في القناه. يعني البنات اللي داخلين جداد غير دخلوا قلبوا في الفيديو راكم غادي تلقاوه، وانا كما قلت لكم البنات ما كنقدرش نستغنى على هذا الشيء. هذا شتو البنت اللي كتدخل الدوش وما كديرش هذا الشيء هذا، وما كدير لا مقشر لا تبريمه لا والو، هذاك اختي راه ما دوش ما تحميمه ما والو، راكي بحال هي دخلتي في زكتي وخرجتي. يعني ضروري من هاد الخطوات، ضروري يعني مهمين. من بعد البنات ما دوش وخديت وقتي في الدوش، عرفتوا راني بحال تحممت فشي حمام على برا ديال الزنقه، والله القسم الا خديت وقتي من بعد ما خرجت من الدوش نيشان بس كنحك رجليا، حاشاكم البنات، ولكن كنبغي نحفزكم، راه ما كنبغيش نوري هذا الشيء هذا، ولكن الا ما وريتكمش راه ما غاديش نحفزكم. كما قلت لكم كما خرجت من الدوش كما حكيت رجليا، راه ما يمكنش نخرجت منهم، عرفتوا شحال ديال داك الجلد الميت، راه ما يمكنش، ولكن رديت القديمه ترطت بينو كيشعلو. دابا غنشارك معكم هذا الماسك البنات اللي حتى هو زوين، درت فيه النشا، درت فيه نص ديال الخماره ديال الحلوه ما درتهاش كامله، درت واحد القطيره ديال الخل اللي كنديروا به شلاضه، سواء هذا سواء داك الخل العادي، غير قطيره وخلطت بما ورد. بالنسبه لهذا الماسك البنات زوين بزاف لليدين وللرجلين، بالخصوص للرجيلات كيفتحهم وكيسلقهم. عرفتوا البنات الخل راه كيسلق الرجيلات، النشا راه كيفتح، يعني حاجه كتكمل حاجه. ومن الاحسن انكم هذا الماسك ديروه على رجليكم وديروا سلوفان وخليوه واحد نص ساعه ولا ساعه، وعاد من بعد غسلوا رجليكم. انا صراحه ما خليتوش وما درتهمش في السلوفان حيت كنصور معكم وخاصني نكمل معكم لا فيديو دغيا، يعني لا يلا درتهم في السلوفان لا فيديو غادي يشد ليا الوقت بزاف. وكما قلت لكم هذا الماسك البنات كيحيد لينا حروق الشمس، انا راه رجليا تحرقوا وعاد ناويه انني نبدا نعتني بهم، وكيفتح لينا الرجيلات، وما تنساوش اكيد حتى اليدات، حتى اليدات راه صراحه هما راه كيضربوا تمره وتا هما كيتحرقوا لينا بالشمس. صافي هنا من بعد ما خليت واحد شويه في رجليا وغادي نشللهم. ومن بعد البنات ما تنساو ليش الترطيب، ما تنساوش ليا، انا صراحه ما كنقدش نلبس التقاشر، ولكن البنات اللي كيقدوا يلبسوا التقاشر كنقول لكم برافو عليكم، انا كنت كنقد ما نحيدهمش من رجلي حيتاش كيحميو الرجيلات ديال بصح. دابا البنات كيف ما شفتوا خرجت من الدوش لبست بيجامتي. ايوا هنا البنات غادي نشارك معكم واحد البخاخ اللي غادي ترحموني عليه، اللي شعرها كيطيح، اللي عندها فراغات، انا صراحه عندي فراغات في شعري، ناويه انني ما نحبش هذا البخاخ، اللي بغات شعرها يطول، اللي بغات شعرها يتقوى، تولي عندها الزغبه واقفه على الصح، يولي الشعر قوي، تبعوا هذا الشيء هذا اللي غادي نشارك معاكم. هنا البنات في كاسرول غادي ندير هذا العشوب هذا، درت هنا البنات درت اكليل جبل، درت السيدر، درت الخزامه، درت القرنفل، درت وريقه ديال سيدنا موسى، درت الازير، درت البابونج، الا كان عندكم السانوج ديروه، عرفتوا راني غير نسيتو ما خديتوش، الا كان عندكم ديروه، وديروا حتى الزعتر. البنات راه ما يمكنش هذا البخاخ شحال زوين ومفيد للشعر، كما قلت لكم درتو في كاسرول غادي نزيد عليه الماء وغنخليه يغلي فوق البوطه. نتوما البنات كديروا الكميه اللي غادي تكفيكم في شعركم، وما غديروش الكميه ديال مره واحده، ديروا الكميه اللي غتدي لكم مثلا سيمانه. انا راه واخا درت في كاسرول صغير راه البخاخ ديالي عمر. من بعد البنات نقص عليه البوطه وخليته يغلي مزيان، فاش غلى ليا كيف ما شفتوا غادي نصفي دوك العشوب حيت غادي نحتاجو غير داك الماء.
غادي نخلي هاد العشوب حتى يتصفاو ليا مزيان وحتى يبرد عندكم، ديروه على شعركم وهو سخون حتى يبرد، وعاد نديروه في شي بخاخ وندوزو نديروه على شعرنا. طريقه الاستعمال ديالو البنات، ديروه في اي وقيته بغيتو، اصلا الريحه ديالو زوينه، زعما انا بعدا كتعجبني ريحه العشوب، في اي وقيته ديروه، ديروه في الصباح في وسط النهار بالليل فوق ما بغيتي بقاي غاده وكتشتي، يعني حتى ريحته راه ما مجهداش البنات اللي كيخرجوا ولا خدامين ولا شي حاجه، ريحته راه ما مجهداش. وانا كما قلت لكم عندي واحد الفراغات في شعري القدام، يعني محتاجه انني نعتني بالبشره ديالي مزيان، وهاد البخاخه البنات صراحه الله راه كنت كنديرو شحال هادي وغير العقص وصافي حبسو، ولكن دابا ما غنعاودش نستغنى عليه. صافي دابا البنات غادي نشف شعري ونصايبو. ديما البنات تهلاو ليا في راسكم، خصو واحد النهار يكون ديالكم ما فيه لا جميع لا طياب لا والو، حيت الا ما تهليتيش في راسك راه ما كاينش اللي غيتهلا فيك، الا ما ديتيهاش في راسك ما كاينش اللي غادي يديها فيك. الشغل ديال الدار والشقه راه ما كيبغيش يتسالى البنات، كما قلت لكم جميع الدار اليوم غدا غتصبح مرونه، الشقه ديال الدار كيكون بالتاويل، يعني ما تبقايش متبعه الشقه وتنسي ليا راسك وتهملي ليا راسك. لا اختي واحد النهار في السيمانه نخصو غير راسي ندوز شي تدويشه على حقها وطريقها، ندير شي ماسك لوجهي كيف ما كنشارك معكم ديما، نحك رجيلاتي ما نخليش رجيلاتي حتى يوليو حورج، وكي الا قصتي رجل مع رجل كيتطلق داك الصوت، يعني تهلاو ليا في راسكم. انا كنبغي نجيب فيديو باش نحفزكم كيف ما انا كنتفرج في بنات اللي كيحفزوني، كنكون جالسه كنتفرج في شي بنت كتهلا في راسها كنوض حتى انا ما كنعقش، يعني تهلاو ليا في راسكم، حيتاش انا بالنسبه لي راسي هو الاول، عاد الشغالات ديال الدار، حيتاش كما قلت لكم ما كيبغيوش يتسالوا، اللهم نحافظوا على صحتنا وفي نفس الوقت نعتنيوا براسنا، حنا ما كنعتنوش براسنا لشي حد، حنا كنبغيو نشوفوا راسنا زوينات. انا بعدا كنبغي نشوف راسي زوينه، كنبغي نشوف راسي نقيه، ما كنبغيش نشوف شعري موسخ، ما كنبغيش نشوف وجهي حالته، يعني شويه هكا شويه هكا، كنظن باللي فهمتوني. المهم البنات كيف ما شفتوا سالي التدواج، صايبت شعري، درت كريم اللي كتكون فيه رويحه زويونه، دوك البرودويات البنات ما كنديرهمش حتى كنبردو، عاد كنديرو ماشي من الدوش نيشان كديري ستيك وكديري ديودورو وريحه، لا حتى كيتسدو المسامات كنبردو، كيتسدو المسامات عاد ديك الساعه كنبداو نديروهم باش الله يستر ما نوقعوش في شي حاجه اللي خايبه. واكيد البنات ما نساوش الترطيب ديال الوجه مع واحد الماساج باش كتحرك لينا الدوره الدمويه. كما قلت لكم البنات غير لا ما بغيتوش تهلاو في راسكم، كلشي غير من الدار، حتى حاجه ما غتجيبوها من الزنقه، حتى دوك العشوب راه 20 درهم كافياكم في داكشي كامل. واكيد ما نساوش الرجيلات البنات، هما راه ضروري نتهلاو فيهم، راه بحالهم بحال وجهنا. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم، الا عجبكم ما تنسينيش من واحد لايك كتشجيع، ما تنسينيش من واحد تعليق زوين بحالك، بارطاجي لا فيديو مع الناس اللي كتعرفي باش هكا نكبروا القناه ونكبروا العائله. وكما قلت لكم لي لايك ديالكم هي باش كنعرف بان الفيديو راه عجبكم، غنقول لكم باي باي عليكم.